اقعد اقارن اشوف انا من الجو هنا بعدين راح قاري شو عندي هذا شباب بس بلا زحمة شباب يا نقصد الدكتورة زينب تبليغ دقيقة صوت
تريد اقول لهم هدوء هيك لو تبليغ تبليغ بس صيحه واحده يحكوا طلعوا بعض الحرامات المهم يا بدعني رجع امتحان الهستو عشان رفعت طالما ما تم الثاني ولا ايه يعني هو ده اللي هو حكومه ايه كان